صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صباحك وطن. هذا البرنامج الذي ياتيكم عبر شاشه القنوات الرياضيه السعوديه يوميا الاحد والاربعاء من كل اسبوع. اهلا وسهلا بكم. طبعا في البدايه اكيد يعني نهني جماهير المملكه عموما، جماهير الهلال واداره ولاعبين الهلال بالفوز المستحق مساء البارحه على فريق الاخويه 4-1. طبعا رغم التحكيم السيء اللي شفناه جميعا يعني، لكن الهلال بيضها البارح وما قصر، وان شاء الله باذن الله نتمنى له التوفيق. كذلك نقول هارد لك لاشقائنا القطريين نادي الخويا. اكيد لازم اصبح على زميلتي ناهد الاحمد. صباح الخير. يلا صباح الخير اكيد لك يا بندر، صباح الخير لكم انتم مشاهدينا، صباح مفعم بكل انواع الحيويه والنشاط والحب والتفاؤل والسعاده. اكيد يعني اضم صوتي لصوت بندر في مباركتنا للجماهير الهلاليه، الجماهير الغفيره اللي امس كانوا كثير مبسوطين، وشفنا احنا من خلال هذا الشيء في تويتر وفي انستغرام وحتى على الكاستات اللي كانت قاعده تيجي طوال الليل. يعني اكيد الهلال بجمهور ولا بدون جمهور اكيد فايز، وهذا موضوع بعد كان جدا مهم. طبعا احنا اليوم راح تكون حلقتنا مخصصه عن هالموضوع او الجزء الاول منها بعد الفاصل، وبعد ما نقول مبروك للهلاليين عبر طريقتنا الخاصه في صباحك وطن كليب هلالي عدوا لنا الزملاء في الاعداد. خلينا نشوفها مع بعض بندر، ونستقبل بعدين ضيوفنا اليوم. أكيد راح ضيوفنا من العيار الثقيل جدا بعد الفاصل. يا بعدهم يا الهلال، كل نبض في خفوقي لو نطق للهلال، كل دم في عروقي أسرته يا للهلال، كل نبض في خفوقي لو نطق للهلال، والله عشقنا منذ الطفولة ونبضنا اللي من قديم، حسنا فيك البطولة ولا زعيم الا الله. الله عشق غير عاشقك كل ما فيني معك، واللي يسكن به غرامك يا ملك يصبح ملك. ازرقك لون السما والبحر يشبه جنونك من يحبك فاطمة، ترى من بياض الغيم لونك وازرقك لون السما والبحر يشبه جنونك من يحبك فاطمة. يا الهلال اسمك طراب لا تعرف الا الذهب، واللي يتحداك ويله ما ينال الا الذهب.
إذا ألف 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 مليون مبروك للهلال ويستاهل هذا الفوز. أكيد للحديث حول هذه المباراة وأيضا عدد من المحاور الأخرى معنا ضيفين ثقيلين. نبدأ بالضيف الأول اللي هو الكابتن حمد الدبيخي اللاعب الدولي السابق والمحلل والناقد الرياضي. أبو عبد الله صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور على الجميع إن شاء الله. حياك الله. الله يبارك فيكم. صباحك انتصارات. صباحنا انتصارات كلنا. الله يعطيك العافيه. حياك الله. ايضا معنا الزميل الاعلامي الاستاذ القادم الينا من قطر طبعا على قلوبنا اكيد عزيز علينا استاذ علي عيسى نائب جريده النادي بالقسم الرياضي بجريده العرب القطريه. حياك الله استاذ علي ونورتنا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك وصبح عليك اختي ناهد وعلى اخوي بندر وعلى الاستاذ الكبير اللي افتقدناه دائما في القنوات القطريه الكابتن حمد البيخي ومسي على الساده المشاهدين جميعا. حياك الله. حياك الله ابو عيسى. يا نبدأ معك حمد. حمد خلينا قبل لا ندخل في التفاصيل نتكلم بشكل عام، أنت كيف رأيت المباراة مساء البارحة؟ أنا بالنسبة للمباراة يعني من المعارض أنها تقام في شهر أغسطس بصفة عامة المباريات اللي في الخليج، وبعدين حتى دور المباريات مثلا لهذه كان مفروض لو أنها يعني ترحل لشهر 9 أو أنها تكمل مع المرحلة الأولية، لأنها حرام يوصلون ذا المرحلة الفرق الأربعة اللي عن قرب آسيا وثم يلعبون في فصل في شهر أغسطس. وجهة نظري إن المفروض يعني أنها تروح في سبتمبر يكون الجو على الأقل شوي لطيف ويكون لي شوي دخلوا في أجواء المباريات، لأن الدوري القطري لسه ما بدأ. فعكس الدوري السعودي بدأ، أيضا حتى بدأ الدوري السعودي أرهقت طبعا الفرق، أنت شايف الجو اللي نعيشه بدون ما نلعب طبعا. صحيح اكيد. السنه هذه حراره كثيره جدا رطوبه جدا، هذا واحد. اثنين ان انا ضد معاقبه الجمهور، يعني كره القدم هي حالتها بالجمهور. فعاقبهم باي امر اخر الا انك تعاقب الجمهور. لانك انت لما يسيء الجمهور ما تعاقب المشاهدين الاخرين، يعني المدن الاخرى الجمهور القطري او اي جمهور اخر يبغى يدخل نفس الشيء معاقب بسبب الخطا الجمهور الهلالي. عاقب اي يعني جيب عقوبات بحيث انها ما تمس الشكل العام للمباريات، لان المباريات نفسها وحيويتها واثارتها بالجمهور. وانت ابو عبد الله خير من يتحدث عن هذا الموضوع بما انك لاعب سابق وتعرف قيمه الجمهور لما يحضر المباراه. بدون لاعب، يعني حتى انتم اذا البرنامج اليوم اذا ما لكم مشاهدين انتم ما تتحمسون ولا تبدعون. صح. وانتم خلف، لانك بتستشعر انك ايش؟ كم عدد اللي بيتابعونك وكم تحاول تزيد العدد هذا. فما بالك في الملعب لما انت تلعب، يعني علميا معروفه علميا 25% رفع معنويات واداء اللاعبين بسبب الجمهور. جميل. يعني مباراه امس اذا كانت جميله اعتقد انها كانت تكون اجمل لو حضر الجمهور. جميل. طيب يعني استاذ علي يعني قال يمكن استاذ حمد او شهارد لك منه الاخويا ممثل قطر في هذه البطوله، قال انه الى الان ما بدا الدوري القطري وممكن هذا الموضوع اثر على الاخويا كثير يعني في مباراه امس. صحيح. في البدايه احنا نبارك حق نادي الهلال وجماهير نادي الهلال فوزهم امس، وهم فازوا في شوط واحد. فاتمنى يعني ان هذا الاحتفال اللي احنا شفناه والاغاني يعني ما تكون يعني مستعجلين عليها جدا، خاصة أنه في شوط ثاني وإن شاء الله نادي الأخوية قادر على العودة. مثل ما قلتي أختي ناهد، نادي الأخوية الدوري القطري إلى الآن ما بدأ، ونادي الأخوية ما لعب أي مباراة رسمية ولكن خاض العديد من المباريات الودية، عكس نادي الهلال اللي ختم الموسم الماضي ببطولة وبدأ ببطولة ضد نادي النصر، وكذلك في المباراة في الجولة الأولى ضد نادي الوحدة قدم مستوى جدا متميز وجدا مستوى عالي ورتم سريع جدا من الفريق، قدر انه يوظف هذا الشيء لمصلحه نادي الهلال حتى في ظل غياب الجمهور لمصلحته. دام ان احنا بنتكلم عن الجمهور انا بس يعني ودي رساله بسيطه اوجهها للاتحاد الاسيوي. احنا ليش احنا دائما الاتحاد الاسيوي ما يفرد عضلات اللي عندنا؟ هو احنا انديتنا تروح بعض الدول المجاوره دون ذكر اسماء ونتعرض للمضايقات لاساءات لرموزنا السياسيه، رموزنا اللي لهم معزه خاصه في جروبنا ولا نشوف اي شيء، وبالعكس يروحون وجمهورهم يجون وكل ما زاد السب زادت المحبه. هاي للاسف يعني من الاتحاد الاسيوي، وهذه رساله احنا نوجهها للاتحاد الاسيوي. مع العلم انه رئيس الاتحاد الاول اقطع كلامك استاذ علي لا بالخير، رئيس الاتحاد الاسيوي خليجي يعني والمفترض انه تكون الكلمه اكثر من كذا. هو المشكله هذه هاي مشكلتنا. احنا دائما كل ما كان رئيس اتحادنا خليجي ما يبي يزعل
الابعاد ويزعل القراب، هذه مشكلتنا احنا في الاتحاد الاسيوي للاسف. نعم. تعليقك استاذ حمد. والله يعني نفس الخط انا معاه طبعا، ويعني قلنا ذكرنا الكلام هذا، بس انا اقول حتى لو فرضنا ان مثلا الجماهير الاخرى اساءت وما عوقبت، انا ضد عقاب الجماهير في كرة القدم. انا كمبدا يعني ضد ان نعاقب الجمهور، لان قلت لهم نفس المباراة بجمهورها، اللاعبين اصلا جايين يبون يشوفون جمهور امامهم، تكون شكل المباراة مختلف. اما بالنسبه للتجاوزات وهذا، تعرف في امور طبعا عشان الكراسي ولعبه الكراسي هذه تتجاوز عن بعض الامور. نعم. لا بس عندي نقطه يعني اضيف كلام الاستاذ حمد. احنا لما نشوف نادي جمهور مثل جمهور نادي الهلال بصراحه، وهو في خلال اخر احصائيه الاتحاد الاسيوي هو اكثر نادي حضور للمباريات، طبعا عدم غيابه عن المباراه هو خساره للاتحاد الاسيوي، لان في النهايه راح يخسر دعائيا، راح يخسر ماديا في المباريات، راح يخسر مشاهدات كثيره. فالاتحاد الاسيوي لازم يحط المعيار لهذه النقطه، يعني كم الجمهور اللي انا بعاقبه كم مردوده في المباريات السابقه. صحيح. طيب استاذ علي، طبعا انت اشرت في البدايه انه شوط اول والاحتفالات، احنا طبعا نحترم فريق الاخويا في البرنامج وجماهير المملكه تحترم فريق الاخويا، ونعرف انه فريق كبير، لكن ثقتنا في الهلال تعطينا انه نحتفل فعلا. والبارح عمل الهلال والفوز الكبير اللي عمل البارح الهلال يعني يعطينا انه فعلا يعني نهديهم كليب وكليبين وثلاثه، يستاهلون الهلال والهلال يستاهلون ونادي الهلال يستاهلون، مثل ما قلت قدموا مباراه كبيره ويستاهلون الفوز، مثل ما انتم الحكم عاد احنا بعد شوي لازم بعد يعني نوقف مع ربعنا. كل واحد يوقف مع ربعه. ابو عبد الله، يعني خلينا ناخذ المباراه فنيا، يعني شاهدنا الهلال في بدايه الشوط الاول في ارتباك واضح في الهلال. الهلال ما رجع الوضع الطبيعي الا بعد تسجيل الهدف الثاني. برايك ايش الاسباب كانت؟ لا والله بالنسبه لي انا ما اشوف وضع طبيعي، لان احنا بدايه موسم، فنقيم الفريق من يبدا الموسم، لان عنده متغيرات اصلا، يعني عنده لاعبين محليين صارت اضافه لهم ولاعبين اجانب. فاحنا نشوفه بالعكس من بدايه الموسم الهلال كان عنده استراتيجيه واضحه، شخصيه واضحه، بداها من ختام الموسم مع مدربه، وبدا فيها في كاس السوبر ومباراه الوحده طبعا ومباراه الاخويا امس. على العموم المباراه اللي عجبنا فيها انها ما كانت مقلقه، وفريق الاخويا على فكره مش من الفرق اللي 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 عندها مثلا مشاعر كبيره ان الفريق ما يخسر، لانها اصلا من الفرق الحديثه وعمليه تجميع، يعني عارفين يعني الكره القطريه تعاني مو زي الكره السعوديه، يعني انها إن والله اللاعبين من الناشئين للشباب وعندهم إحساس، يخافون عن تيجي مباراة يتجاوزون بعض تعليمات المدرب، يعني عنده شعور رباط بالفريق. أنا ما أجرد طبعا اللاعبين في نهاية الأمر المحترفين، لكن أتكلم عن شخصية فريق بني من زمان، وشخصية فريق لا بني يعني ما له يمكن لا أقل من 10 سنوات، أقل من 7 سنوات، فبالتالي أغلب العناصر محترفة، نسبة ممكن الأجانب كثيرة، وهذا كلنا طبعا هذا واقع ما نقدر احنا نتجاوز هذا الواقع. فبالتالي هم اصلا اخويا يخلون اي فريق يلعب معاهم انه يلعب يستمتع، وهم يستمتعون، يعني شوف النتيجة امس مباراة مهمة لهم، المفروض انهم يجون ويقفلون ملعبهم يطلعون متعادلين مخسرين 1-0، لكن هذه المبالغة النتيجة 4 او اوفر بالنسبة للمباراة ذهاب، طبعا معناه ان الفريق الاخر يحترم كرة القدم، يبغى يلعب كرة قدم، ما عنده تحفظ مبالغ فيه. في المقابل ايضا زي ما قلت لكم الهلال كان عنده شخصية ممتازة جدا رسمه، طريقة منهجية ممتازة جدا، فعالة جدا، واعتقد المدرب اذا شفنا على انه كيف اكتشف يفعل الاطراف، ياسر العام الماضي، ياسر ممكن كنا نشوف السنة الماضية يوصل كثير يجري لكن دون انتاجية. السنة هذه بالعكس السوبر أنتج ياسر، مباراة الوحدة أنتج، مباراة الوحدة ومباراة الأخوية، معناه أنه قاعد يستقل الأظهرة في شغل، يعني في شغل، لأن الطريقة تساعدهم. فأنا أعتقد مباراة بالعكس يعني بين فريقين كبار لعبوا كرة قدم، بس ما كان ينقصها يعني أهداف، جاءت لمحات فنية، مباراة بالعكس كانت ممتازة جدا من الناحية الفنية، مو مقلقة جدا. تعليقك أستاذ علي. هو استاذ حمد كفى ووفى عن نادي الهلال، انا بتكلم عن نادي الاخويه شوي. نادي الاخويه للاسف المدرب جمال بالماضي دخل
يعني بتشكيله ما كان حد متوقعها وتشكيله غريبه، لانه هو بدا بثلاث عناصر صار لهم فتره غايبين عن الفريق وما لعبوا مع الفريق. هو بدا بالمدافع تشيكو، هو صار له تقريبا اربع شهور مصاب وهذه اول مباراه له، كذلك اللاعب كريم بضيف، بالاضافه للكابتن لويس جونيور اللي هو صار له فتره كبيره غايب عن الفريق لايقاف النادي كان فارض عليه عقوبه. كنا احنا نتوقع انه ممكن يلعب عبد الرحمن واسماعيل قدام، لكن هو غير الخطه، وهذه خطه جمال كابتن جمال بالماضي واحنا عارفينها، او حتى الجمهور السعودي عارفها من كاس الخليج في 22. هو دائما يعتمد على 4-3-2-1، يمكن يوافقني الكابتن حمد هو ادرى مني، يعتمد دائما على احمد عبد المقصود وبضيف، وبالاضافه لمعاهم واحد في خط النص دائما يرجعون يسكرون مع المدافعين، بالاضافه لانه دائما معتمد على اللعيبه اللي عنده قدام. غياب اسماعيل اتوقع انه اعطى مساحه كبيره للشلهوب للشهراني انه يتقدم، لانه لو كان موجود اسماعيل يمكن راح يحد من خطوره الكابتن الشهراني، ولكن للاسف حتى النزعه الهجوميه كانت مفقوده من المهاجم وراس الحرب الصريح اللي هو مونتاري، وكان غياب فلاديمير يمكن اللي هو من افضل لعيبه نادي الاخويه كان جدا مؤثر. جميل. طيب يعني يمكن حتى الشوط الثاني اللي بيكون في ما انه عرفوا الاخطاء وجبل الماضي ممكن حتى يغير الخطه، لكن اعتقد انه على عكس يعني الخطه المعروفه عند جمال، دونيس قاعد يؤدي يعني اداء جدا رائع حتى في الانسجام اللاعبين. احنا قاعدين نشوف من زمان ولا لا استاذ حمد افتقدنا اللعب بالروح الجماعيه حتى من بين الهلال نفسه، يعني حتى المحترفين الاجانب يعني ما شاء الله كثير يعني كانوا مؤثرين، وبنفس الوقت انه اصابوا اجادوا الهلال في اختيارهم لهذه المحترفين. والله بالنسبه شوف انا البصمه المدرب لاحظتها من الموسم الماضي طبعا وموجودة ما أقول لك لا. واثنين إنه هو وفق أيضا بأن الهلال من الفرق الكبيرة اللي عنده لاعبين وعنده بدلاء قادرين يساعدونه، ونجوم يساعدونه بشكل كبير جدا يساعدونه. وزي ما قلت لك طريقته يمكن يتعب فيها مع الفرق في الدوري مع الفرق الغير منافسة، لأنها بتقفل الملعب وبتشيب له أرق شوي، لأن لما يقفلون مثلا إذا كان يعتمد على ظهره هذا لك واقفين عكس الأخوية، الأخوية يطلعون يروحون ما عندهم إشكالية يعني أنهم يفتحون يعني يجارون يعتبرون نفسهم فريق كبير بطل مثل دولة بطل الدوري القطري، فبالتالي هو ما يرضى أنه يكون من الفرق اللي يخلي الهلال مثلا يفعل وهو ردة فعل. قال أخوي علي قال خطة يعني وقال نقطة جدا مهمة، قال خطة جمال الماضي معروفة يعني المنتخب القطري نفسه اللي قاعد يطبقها مع الأخوية. لا هم الإشكالية يعني أنا حتى لو عرفت الخطة مو مشكلة أني أعرف الخطة، المشكلة من اللي بينفذ اللاعبين. صحيح. هو ممكن يقول لي أنا خطتي هذه موجودة، كثير من الفرق عارفين خطتهم، لكن أنت كيف إبداع اللاعب الحاجة الغير مفاجئة اللي تحدث في الملعب. يعني أمس مثلا أول حدث مفاجئ وغير متوقع ان الحارس غلطة الحارس يعني ما في مستحيل ان يعني يمكن متابعين الدوري القطري من الحراس المميزين حتى شفناه حارس المنتخب في 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 المرات السابقه، ما كان يعني انك تقول والله حارس بديل حارس توه جديد، لا ما كان يعني هدف غير متوقع صح ولا لا. هذا يعتبر تحول في المباراه لانه جاء هدف بسهوله ما تعب فيه الفريق الهلالي. باقي الاشكاليه بالطريقه بالخطه زي ما قلت لك، يعني عمل متكامل. اذا وجدت لاعبين ممكن يجي مدرب ويغير طريقته ويفوز مثلا، بس هو مش مقتنع. جميل. طيب التقرير استاذ علي قبل لا نطلع التقرير بس سؤال، طبعا البارح شاهدنا الفريق الاخويا يضغط على اللاعب اللي مع كوره، هل هذا سبب ارباك في لعيبه الهلال؟ انت شاهدت اخطاء كثيره في منتصف الملعب. اتوقع ما في تفاهم، يعني التفاهم كان غايب امس في خط وسط الاخويه وخط الدفاع، هذا اثر عليهم كثير خاصه لان اللعيبه ما لعبوا مع بعض من مده طويله. جميل. طبعا امس كانت كل قلوب السعوديين بجميع ميولهم كانت مع الهلال، خلينا نشوف التقرير اللي امس طبعا زميلنا نبيل خالد راح يعني لكافي وجلس يشوف صحيح الملعب او الملعب ردات الفعل طبعا قبل المباراه وبعد المباراه. جميل.
اليوم الفريق الهلالي امام الفريق الاخوية في دوري كاس اسيا في الربع النهائي، توقعاتك لهذه المباراة؟ انا اقول ان شاء الله انها هلالية، مع ان ما فيها الجمهور للهلال، بس توقعها باذن الله، باذن الله هلالية. وش ينقص الهلال عشان يفوز اليوم؟ والله ناقصه الجمهور، لكن ان شاء الله احنا معه، سواء الجمهور متواجد او غير متواجد ان شاء الله احنا معه. والله توقعاتي تعادل، بس ان شاء الله اقول انها هلالية، مع اني نصراوي لكن مع النادي الوطن طبعا، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. والله اول شيء المباراه صراحه صعبه، والاخويا فريق كبير، والهلال يعني فريق البطولات، وما هو جديد عليه البطولات، والهلال مو باول مره يلعب في اسيا، وان شاء الله نتمناها هلاليه. صحيح المباراه بدون جمهور وكذا، لكن ان شاء الله 1-0 او 2-0 للهلال، او اقل شيء نطلع بالتعادل ونتعوضها ان شاء الله في قطر ان شاء الله. لا لا، اتوقعها مباراه هلاليه، الفريق الأخوية ناقص اللعيبة الأجانب، الهلال مكتمل وقادر إنه يفوز إن شاء الله حتى لو كان ما في جمهور. كم تتوقع النتيجة؟ توقعها 2-0 للهلال إن شاء الله. هلال في فوز إن شاء الله. كم؟ 3-0 أو 4-0 إن شاء الله. 2 أو 3-0 بإذن الله إن شاء الله للهلال. طب من يسجلها؟ جعفلي والميدا والكعبي إن شاء الله. معنا جعفلي، كلكم جعفلي، لازم جعفلي، إذا ما سجل من يسجلهم؟ أتمنى إن شاء الله فوز الهلال. أتمنى فوز الهلال. 3-1 للهلال بإذن الله. توقعاتي 2-2. 2-2. إيه نعم. إيش معنى هذه النتيجة يعني؟ على قوة المباراة وقوة الفريقين. الهلال مو بسهل ولا أخويا مو بسهل. توقعاتي إن شاء الله يحسمها الهلال 3-1. أتمنى فوز الهلال 3-1، مشيت الله تعالى. الميدا هدف، وأتوقع أن سلمى الفرج هدف، والثالث احتمال الشلهوب. إن شاء الله الهلال يحسمها إن شاء الله. كم؟ أتوقع 2-1. إذن شاهدنا رأي الجماهير قبل المباراة، لكن خلونا نشوف ردة الفعل بعد المباراة أيضا مع الجماهير. شفت مباراة الهلال والأخوية اليوم؟ والله ما شاء الله الهلال متقدم مستواه، وإبداع بصراحة، إبداع اليوم مرة إبداع. مقنع الفوز الهلال اليوم؟ والله مقنع، مقنع الحمد لله على الفوز، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجايات أحسن إن شاء الله. الهلال كان مقنع اليوم؟ مقنع، مقنع بمعنى الكلمة. 4 أهداف كافية؟ لا والله مو كافية، ناقص 6-7. مباراة قوية، وإن شاء الله إنه من الأعلى إن شاء الله الهلال. الهلال كان مقنع في هذه المباراة؟ مقنع مرة إن شاء الله. ان شاء الله بتشوفونه بالموسم هذا بقوه ان شاء الله. يعني النتيجه مرضيه اليوم؟ الحمد لله، ان شاء الله يستمر كذا. والله مباراه ممتازه، والفريق بدع، ما شاء الله يا ليت يستمر على المستوى هذا. الهلال كان مقنع اليوم؟ مقنع جدا، ان شاء الله هو يستمر على المستوى هذا. الهلال ابدع وما شاء الله يعني مقنع للمباراه القادمه ان شاء الله، وان شاء الله يفوز بكاس اسيا ان شاء الله. والله ممتازه، بس ضيعوا فرص اكثر من اللي جابوه، يعني حرام ضيع الفرص هذه، يعني المفروض 6-7 اقل شيء. جميلة جدا جدا جدا. والهلال كيف شفته اليوم؟ مستوى رايق، وأهداف جميلة، وهدف ملغي بعد، مفروض 5. الحمد لله رب العالمين، الفريق ما قصر الحمد لله، يعني مستوى مطمن، وبصمة مدرب، الله يوفقنا إن شاء الله في الأيام الجاية. الهلال ما يستاهل الفوز. ليش؟ ظلم، تحكيم ظلم، وبعدين الحكم يا أخي ما يستاهل الفوز وبعدين ظلم. يا أخي ما يستاهل، الحكام معه كذا، من عرفنا الهلال الحكام معه. أي تحكيم العافية. وهو ملغي هدف. لا، تبعت مباراة. والله يستحق الفوز، ولكن فيها قول الهلال ما احتسب، وبلنتي برضو. الهلال كان مقنع اليوم؟ مقنع، لسه باقي الإياب وتشوف أكثر. والله مباراة رائعة صراحة، والهلال أمتعنا، أمتعنا اليوم. أخطاء فردية بس من الكابتن الفرج سلمى الفرج بسيطة، لكن الحمد لله الفوز كان حليفنا الحمد لله. ممتع جدا ولو انظلمنا شوي. الهلال سجل 4، مقنع اليوم فوزهم؟ لا والله ودي كنا 6. والله ما في شيء غريب على الزعيم، 4 وفي الياب ان شاء الله اكثر. الهلال كيف كان اليوم، مقنع؟ والله بكل حماس اكيد طبعا، بدون جماهير ومسوي كذا، اجل ايش تبي. الف مبروك. الله يبارك فيك.
إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، والشكر أكيد للزميل نبيل الخالد وزميل محمد الجعفر وإبراهيم الفير اللي منتجوا لنا هذا التغيير وسولنا إياه. ضيوفنا نكرر للي توم الآن صاحي من النوم نقولهم صباح الخير، ضيوفنا الأستاذ حمد الدبيخي أيضا الزميل الإعلامي أيضا الأستاذ علي عيسى، حياكم الله من جديد. الله شفتوا كيف آراء الجمهور اللي متفائلين كانوا قبل المباراة وبعد المباراة كانوا مرة مبسوطين، وشو سمعتوا؟ لا بس عجبني واحد منهم يقول الاتحاد الهلال دائما الحكام معه، اذا امس الحكام معه مشكله والله. امس شكله هو ما شاف المباراه ولا لا استاذ حمد؟ لا التحكيم طبعا جيد، الحكم طبعا معروف مميز جدا، ما في اخطاء كثيره غير الهدف الهلال الملغي طبعا الاوفسايد، تحمل المفعل الراجل الخط طبعا. ما في اخطاء كابتن حمد؟ يعني في اخطاء، يعني اصابه سالم الدوسري، شوف في النهايه، في النهايه هذول كلها وضربه الجزاء اللي لم تحتسب للهلال، في النهايه والهدف في النهايه تقدير الحكم، يعني مثلا هذه ضربه الجزاء اللاعب معطي الكره ظهره، فتقديرك انت غير تقدير الحكم غير تقديري انا، هو تقدير انه غير متعمد صح، يعني لان لو حسبنا كل كره باليد وكل لاعب طاح فاول ما لعبنا كرة قدم، فهو يقول لك تقدير الحكم انه طبيعي، يعني لو انا حنتي الكرة من وراي يدي كذا بتقول لي متعمد؟ ما اكيد مو متعمد، فهو الحكم ترى مميز، يعني مميز جدا. وبعدين يا اخي اذا فزنا يعني الفريق فاز، فريق سوري فاز، لا تصير عادة شماعة الحكم تجاوز، لانه فايز اربعة حتى لو فايز. لا لا انا رغم الظلم، انا رغم الظلم فزت، لا ما يمنع اني ما مثلا ما اقول ان الحكم كان سيء البارح، يعني أنا والله انا اختلف اصابه سالم الدوسري بكوم والاخطاء التحكيميه الثانيه بكوم، هو شوف شايف الاصابه وين موقعها اساسا في النهايه، انا اقول لك تقديره الحكم للحاله، لا تقديري انا ولا تقديرك انت، تقديره هو شيء يقدر الحاله، لانه هو الحكم مش احنا، يعني طيب ما انا ولا انت الحكام، لو طيب انت الحكم علي اكيد عندك انت كلام عن التحكيم الاسيوي بشكل عام. يعني انا بتكلم شوي بس باخذ وقت شوي عن التحكيم الاسيوي. تفضل. التحكيم الاسيوي في الفتره الماضيه كان دائما يعتمد على بعض الاعتبارات لبعض الشخصيات الاعتباريه في بعض الاتحادات الاسيويه، واسمحوا لي اني اذكر بعض الاسماء. يعني لما احنا كنا نشوف السيد يوسف السركار رئيسا للجنه الحكام في الاتحاد الاسيوي، من بعده يجي السيد خالد البسعيدي رئيس الاتحاد العماني نائبا رئيس لجنه الحكام، ورئيس لجنه الحكام رئيس الاتحاد التايلندي يكون هو عضو في لجنه رئيس لجنه الحكام، هم كلهم مش ابناء اللعبه ومش ابناء يعني التحكيم ولا خارجين ولا ما مارسوا التحكيم وما طلعوا من رحم التحكيم، عكس اللي صاير الحين في اللجنه الجديده. بس للمعلوميه التعيينات هذه اللي صارت في الفتره الحاليه هي تعيينات اللجنه السابقه اللي سبقت اللجنه الحاليه، صار تغيير كبير الحين في على مستوى لجان الاتحاد الاسيوي. لجنه الحكام في الاتحاد الاسيوي حاليا تغيرت وصار رئيسها اللي هو جو الصيني، هو من يعني من الناس اللي عاشروا التحكيم الاسيوي، كذلك هو نائب رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الاسيوي حاليا هو السيد هاني طالب بلان، هو رئيس لجنه الحكام في قطر وحكم دولي سابق، بالاضافه الى الكابتن الدولي المونديالي علي الطريفي الحكم السعودي المعروف، بالاضافه الى المونديالي سعد كميل، وكذلك الحكم الاماراتي الدولي السابق علي حمد. هذول كلهم بالاضافه الى الاستاذ عبد الرحمن عبد الخالق الدلاور اللي هو في نفس الوقت عضو لجنه الحكام في الاتحاد الدولي. طبعا هاي الاسماء اللي ذكرتها السته هم كلهم ابناء التحكيم ومارسوا التحكيم وعارفين التحكيم ايش محتاج. لما احنا نعرف ان احنا الحين مثلا نشوف حكم سعودي بارز ما يتجاوز عمره 30 سنه وهو اخوي فهد المرداسي من ابرز الحكام حاليا على مستوى اسيا، حكم جاي محكم لي نهائي كاس العالم للشباب، قاعد يقدم لي مستويات رائعه. احنا نشوف مثلا الحكم محمد البلوشي في الامارات، كذلك الحكم نواف شكر الله، ولكن الاعتماد الكبير اللي صار من اللجان السابقه على رفشان في كل المباريات المهمه، رفشان او بنيامين، رفشان او بنيامين، وسيء الذكر نشيمورا. بالاضافه الى انهم ما حاولوا انهم يطلعون قاعده تحكيميه جديده، هم حطوا فكره حكام النخبه طبقوها ولكن ما عرفوا شلون يطورونها. للاسف انا بدل ما اجي اطور احط لي طاقم تحكيمي من كل دوله حكم ومساعدين يكونون هم دائما مع بعض، هم مش عارفين شلون يسوونها. احنا مع احترامي حق الكابتن الحكم العماني اللي كان موجود، ما بيذكر اسمه، الحكم العماني وحكام المميزين جدا
مع كان موجود في طاقم الكابتن فهد المرداسي، ليش احنا ما نشوف طاقم تحكيم سعودي كامل يحكم نهائي كاس العالم الناشئين؟ ليش ما نشوف طاقم تحكيم قطري كامل؟ ليش احنا دائما نعتمد على التجميع؟ انا بجمع، انا بسد النقص اللي عندي بجيب لي من دوله ثانيه. واللي والمشكله احنا ما بعد نخلي شوي الاتحاد الاسيوي على جنب، احنا نرجع لاتحاداتنا المحليه. انا لو اتكلم عن فهد المرداسي على سبيل المثال لا الحصر، في اسيا الكل راح يمدح فيه وفي الفيفا الكل راح يمدح فيه، ولكن انا بجي اتكلم عنه في السعوديه. ما اتوقع ان في اثنين من الانديه راح يتفقون عليه وراح يسوون عليه ضغوط كبيره، يطلع يجي يحكي يروح برا يحكم بمستوى جدا عالي وجدا راقي وجدا يقدم اداء مثالي يعني عصري للتحكيم، ولكن في السعوديه يدش مضغوط من بسبب ايش؟ بسبب الضغط الاعلامي الكبير اللي حصله. يمكن يغلط غلطه عاديه ولكن ترجع لاعتبارات اخرى، هذا لانه كان ولد عم عبد الرحمن الزيد. عبد الرحمن الزيد قبل خمس سنين مباراه الهلال هو ما حسب بلنتي، مش معقوله يعني. هذه المشكله. فالشخصيات الموجوده حاليا عكس الشخصيات الموجوده في السابق، سركال وبسعيدي قبل اذا جات توقفت عند منتخب بلادهم يسلون سيف الانتقادات على الحكام الاسيويين، واحنا شفناها في كثير من المواقف خاصه في كؤوس الخليج. لكن احنا ما نقول ان التحكيم الاسيوي محتاج تطوير اكثر، التحكيم الاسيوي ما زال يحتاج يمحو الصوره السيئه اللي خلاها ناشيمورا مع سابق. طيب في واحد في الهاشتاج يعني قال ما الذي يريده الاتحاد الاسيوي من الهلال؟ وبشكل عام قاعدين حتى يقولون انه الانديه الخليجيه ايضا ظلم في الاتحاد الاسيوي. من اللي دافع؟ من اللي صوته يعلو استاذ حمد في هذا؟ حتى علي قال كلام مره مهم يعني. والله شوف، اول شيء انت لا تنسين تاثير السياسه. يعني لها تاثير كبير. يعني مثلا حنا لا نقبل لما تروح الفرق السعوديه تلعب في ايران، وحتى الاتحاد السيوي يدرك انه لازم يختار من شرق اسيا او من استراليا. يعني في كل الاحوال وبيختار الاميز. ففي يعني في معايير ايضا، حتى لو غيرت اللجنه زي ما قال اخوي علي من الحكام بتظل في معايير تضغط عليهم في الاختيارات. اثنين، لما تكلمين من يدافع ومن يسوي، هو حاجه بسيطه. كل اتحاد، الاتحاد السعودي، الهلال مثلا والانديه السعوديه تمثل، هي لازم تكون هي قوية. قوية في مين؟ يعني مثلا إذا إذا وصلت منطقة لا رجعة فيها، يا أخي خلاص الاتحاد السعودي قاطع مثلا، يهدد بمقاطعة. ليش ما يهدد؟ سؤال، ليش ما يهدد؟ خلني أهدد أنا بمقاطعة البطولة سنة من السنوات. إذا كان هم يعتبرون الأندية السعودية والجمهور السعودي والمنتجة وإلى آخره السعودي قوي، فهم بي 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 يعني بيسوون خط رجعة إنه والله ما نقدر نخسر السعودي، وهو زي ما سوينا، زي ما سوى الان حركه الشرق والغرب. من اللي قام فيها؟ ان دول الشرق يلعبون الحالم والغرب مين؟ الفرق السعوديه. الهلال اقترح هذا ونفذ. ليش نفذ؟ لانك انت تحرك، لكن اذا انت ساكت تعرف الشكوى وتخلي الاعلام يتكلم والجمهور وانت ساكت. الموقف انت تتخذه كان انديه سعوديه، كاتحاد سعودي ياخذ موقف. وعلى فكره يعني احنا نقعد نصارخ كثير وننسى ان الاتحاد السعودي فيه ممثلين من السعوديه. اي هنا النقطه اللي بنتكلم عنها. يعني اذا هذا انت كيف تشوف قوته او ضعفه في الاتحاد الاسيوي؟ المساله مو بقوه، قلت لك في النهايه في مصالح. حتى لو كان في زي ما قلت السعوديين في موجودين، ايضا هو بعد يبغى يشوف مصالحه وين بكره يقعد، في موقع وين، تصويت وين. صح، مصالح موجوده. مصالح يعني ومصالح يعني رياضه بلده يعني. يا سيدي الفاضل، انتخابات عشان احنا نطلع بعيد، بس اذكرك مثال لما كان محمد بن همام رئيس الاتحاد، ها يعني من مسلمات الامور لا يترشح واحد خليجي، واحد خليجي موجود. يعني لو جانا منافس من شرق اسيا نقبل فيه. صح، شو اللي حصل؟ وحتى لما كان خليجي صار صراع خليجي خليجي. فما قضيه ان كره القدم يعني مثاليه، هذا كلام مو صحيح. الجمهور يجب ان يتقبل كره القدم بكل ما فيها، وبالعكس ميزاتها زي ما شفنا امس من ميزات كره القدم الاخطاء التحكيميه. يعني نقدر نقول ان حمد البيخي يقول كره القدم مصالح؟ والله كل شيء مصالح يعني. خلينا في كره القدم. ها؟ في كره القدم. لا يعني انا اقول لك اذا كان فيها مناصب فبالتالي ممكن انا اتخلى عن بعض الامور يعني، صح ولا لا؟ صح. هو ما يصير يعني. كابتن حمد احنا نجي نشكل لنا اتحاد خليجي
ومسوي لنا بطولات خارجية. نجي احنا نشكل لنا بطولة اتحاد غرب آسيا. زين هالاتحادات لما انت تسوي لك اتحاد خليجي واتحاد غرب آسيا، يا جماعة الخير تعالوا كم دولة في غرب آسيا؟ 11 12 دولة. اتفقوا على رأي واحد وروحوا. لا احنا ما نرضى باللي قاعد يصير، في تجاوزات غير يعني مبالغ فيها. لا وقفوا عند حدكم. 6 دول خليجية 8 دول خليجية اللي تلعب في كاس خليج، لا يا جماعة احنا ما نرضى. بس مثل ما قال الكابتن حمد، تضارب المصالح هو اللي مسبب لنا مشكلة. احنا شفنا نشوف لما اكثر من خليجي مثل ما يقول كابتن حمد يدش في نفس المنصب، من المستحيل احنا نشوف الخليجيين كلهم يتفقون على واحد. وهذه ما تصير للاسف يعني، وهذه من احدى مشاكل. واللي وش اللي شفناه بعد في الانتخابات الاسيويه، التحالف اللي صار ما بين الفهد وحتى عدد من اللي موجود يعني. حتى على فكره يعني لا نروح بعيد، حتى احنا لما جاء احمد ايدي ترشح في ناس قالت ليش وياسر موجود، صح ولا لا؟ صح. فهذه موجوده يعني، لا نكون. وبعدين تكلم اخوي اتحاد مثلا يتكلم عن صوت الخليجي، اصلا ما في اتحاد، اتحاد خليجي لكره القدم غير موجود، لجنه منظمه. صح. اتحاد غرب آسيا. ففي امور انا اقول لك يعني الناس اللي تقول من يدافع، العيب في نفس اللي مشاركين الانديه، المسؤولين، الاتحاد نفسه، العيب فيهم هم يعني. حتى على فكره بقول لك شيء، الاتحاد السعودي ما صار في مشاكل مع الانديه بسبب انه ما سمح للاعبين يضمون والى اخره، وفضل مصلحته ما مصلحه نادي. هذا هم ايش؟ اتحاد وانديته. فكيف كلمه تتكلم عن اتحاد اسيوي؟ صحيح. نفس الوضع نفس الوضع. هو الاتحاد الاسيوي مثل ما قالت الزميله ناهد انه في توافق، نعم كان في توافق كبير خليجي عربي في الانتخابات الاخيره. واللي طلع عن خطهم دون ما نقول احنا الاسماء، طلع منها بدون اي شيء، توزعت المناصب بينهم كلهم، واحد خذ رئيس واحد نائب رئيس والباقي اعضاء في المكتب التنفيذي، واحد عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، واحد طلع منها اللي ما قعد معاهم على طاوله واحده واتفقوا على شيء، طلع منها خالي الوفاق. خالي الوفاق. طيب جميل، احنا خلاص بنقفل المحور هذا وراح ننتقل لمحور ثاني. طبعا مشاهدينا الكرام، غدا الخميس تعقد انتخابات نادي الاتفاق بين قائمة الدبل وقائمة عبد العزيز الدوسري. طبعا احنا في البرنامج نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، واللي بيفوز راح نبارك له. لكن خلني اسالك ابو عبد الله، انت معروف بصراحتك وبحبك للكيان دون الاسماء، قلبك مع من؟ قلبي مع الاتفاق. قلبك مع الاتفاق، من مصلحة الاتفاق من يفوز؟ شوف اولا انا قراءتي للمشهد، ان قراءتي طبعا ربما تكون خاطئة اقرب انها صايبة، انما راح تكون في عمليه انتخابيه، يا ان عبد العزيز ينسحب او بيحدث امر، لكن عمليه انتخابيه انا اشك في ذلك يعني. قراءتي للمشهد يعني، ما ودي افصل كثير يعني في لكن هذه قراءه وبنشوف بكره. عندك يعني معلومات، عندك شيء مثلا استوحيت من قراءه المشهد يعني، لما تشوف مثلا في التسجيل الثاني مثلا عبد العزيز عمل عمليه اشتكى وطعون والى اخره. ليش طيب؟ انه هو يعلم انه في هناك تجاوزات او اخطاء او ويبقى يستقله ويفوز. ما نجح فيها، فبالتالي كيف بينزل الانتخابات؟ هو عارف مسبقا ان هناك اصوات اكثر منه، يعني كيف اروح لخساره؟ ظلم عبد العزيز في انا على العموم شوف انا ما انا بنتظر قراءتي للمشهد. حتى لا تفسر لطرف على اخر، قراءتي انه يعني الى بكره الانتخابات اعتقد انه يا انسحاب من مجموعه عبد العزيز انه من قبل ذا، او بيحدث امر يا يعني انه تؤجل او من هذا القبيل، لان اصلا هي بنيت على اخطاء حقيقه يعني. كل امانه يعني الرئاسه كانت شريك في الاحداث اللي حدث باخطائها. جميل. طيب ظلم عبد العزيز بعد الاثنين، ظلم عبد العزيز في انه ما الرئاسه ما اخذت بعض الطعون اللي تقدم بها. انا ما ادري عن التفاصيل كامله يعني، زي ايش الطعون وايش تكلم، لكن انا اكلمك ومو وقت انك ظلم او ما ظلم، انا اكلمك على المشهد ايش بيحدث بكره كقراءتي انا الشخصيه. الى الان ان انتخابات بكره صح؟ صحيح. لكن انا قراءتي انها زي ما ذكرتها لك. جميل. طيب في احد قاعد يسالني يقول لي اسالي استاذ حمد، اسالي قولي له من يبي يصير رئيس الاتفاق؟ انا اشوف هي لا قراءة المشهد والانتخابات ومن بعيد هذه اشياء اوكي احنا عارفينها. شوف هو سألناك السؤال تهربت. لا ما تهربت، انتم ما يصير تحطونا بحجم
زاوية في حاجة معينة، هذا مو صحيح. لأن لما نتكلم حنا مثلا عن من تبي، ما يصير والله بقول أبي فلان ولا ما أبي فلان، معناه إذا ما أبي تبي فلان في مشاكل أو وجهك. لا هذا بس أنت بتشوف أنه من مصلحة الاتفاق. شوف هذا السؤال يطرح لما يكون الكفتين متواسية، يعني مثلا هذا أخذ 10 سنوات عمل وهذا أخذ 10 سنوات، وبناء على قراءتك للعشر هذه وهذه تقول والله من أفضل. لكن الآن المرحلة الجديدة مثلا، يعني مثلا عبد العزيز سنوات كثيرة قضى الاتفاق وخالد ولا سنة يعتبر، صح؟ صحيح. مجموعة خالد أول أعضاء، فبالتالي حنا ننظر لمن يأتي سندعمه ونتفق ونوقف معاه، لأنه أصلا بيجي عشان الاتفاق. بس المشهد بصفة عامة أصلا لما تكلميني أنا، أنا لا أتفق فيه بالبداية، لأن مشهد سيء جدا في تاريخ الاتفاق، حصل فيه انقسامات وحصل فيه أكثر من الانقسامات وربما استمر فيه طبعا. وأنا قلت لك قبل شوي يعني طفح أكثر من انقسامات، صار فيه خصومات وتراشق كثير جدا، فالمشهد مو جميل يعني. أكيد علي عندك تعليق أنت على المشهد. هو في البداية لا يفتوى مالك في المدينة، ولكن أنا عندي يعني رأي أو وجهة نظر أو نقول تحليل موقف بالنسبة لبعض المعلومات يعني. جميل. احنا طبعا الكل يعرف الاستاذ عبد العزيز الدوسري، وما راح انا اتكلم اكثر من ما هو من ما تكلم اخوي حمد، ولكن القائمه الثانيه اللي داش فيها الدبل، احنا نقول يعني الله يرحم ابوه، هو اسمه يعني من اسماء اللي لها باع طويل، سواء على الصعيد السعودي او على الصعيد الخليجي او الصعيد الاسيوي او حتى على الصعيد الدولي. ولكن من هو الدبل يعني؟ اما انا اتساءل أنا كإعلامي أو أنا كشخص أو متابع رياضي، إيش إنجازاته عشان يجي يمسك؟ هو عضو شرف الاتفاق، عضو شرف لنادي الاتفاق، بس عشان داعم لنادي الاتفاق. عشان أوصل لك فكرتي، القائمة اللي موجودة هذه اللي داخل فيها هم كلهم قائمة فيها شباب، وإن كانوا يعني كلهم من الناس اللي الله يزيدهم يعني عندهم المال وقادرين إنه يدعمون الاتفاق ماديا، ولكن لا يوجد بينهم الشخص صاحب الخبرة الكبيرة اللي ممكن أنه يرجع بسفينة الاتفاق إلى ما كان عليه في السابق، كان خير ممثل المنطقة الشرقية مع شقيقة نادي الغطسية اللي إحنا سعداء جدا بعودته. فإحنا نتمنى أنه يصير توافق، نتمنى أنه مثل ما قال أخي حمد تأجل الانتخابات ويصير توافق، يصير بينهم جلسة حوار، يكون الهم الأول فيها خدمة نادي الاتفاق وعودة نادي الاتفاق لمصلحة جمهور الاتفاق ومحبين نادي الاتفاق في الخليج كله. جميل. طيب احنا بعد نتمنى أستاذ حمد أن الانتخابات هذه ما تأثر في يعني نقدر نقول عنها في مسيرة نادي الاتفاق، يعني حتى على لعبهم في مستوى حتى المباريات القادمة، صح أنهم يلعبون في دوري الدرجة الأولى، لكن رغم هذا الشيء احنا نبغاهم يتأهلوا إن شاء الله. والله شوف بالنسبة للتأثير أنا ما أعتقد في تأثير، لأن الآن هذا هو احتراف يعني عمل اللاعب، فهو كيف يبي يهدم عمله يعني ما أعتقد أنها بتأثر، وهذه أمور إدارية طبعاً بعيدة. وإذا كنت أنت تقولين والله الانتخابات تأثر، فأنت أيضاً تطالبين زي ما إحنا نطالب إن الجمعيات تكون في الصيف ما تكون أثناء، صح؟ أكيد. وإذا كانت تقولين أكيد وأنا أقول أكيد، فالمفروض هي نوع من أنواع حتى الاستقرار كلام. الاستقرار النفسي والاستقرار النفسي والفني بنفس الشيء، يعني حلو إن الإنسان ما هو يكون هذا المطلب نطالب فيه الرأس العامة إنها لازم تسوي الانتخابات في الصيف بعد نهاية موسم، عشان تبدأ الموسم وكل نادي عارف أموره. زي الآن لما تكون الانتخابات أنت استشعرتي إن هناك ممكن تكون تأثير، الآخرين أيضا يستشعرون إن هناك تأثير، فبالتالي الرئاسة إذا كان تنظر لمصلحة الأندية والكرة السعودية إن الانتخابات بعد نهاية موسم بأسبوعين فترة تسجيل وذا وانتخابات، عشان يجي الموسم الجديد والإدارة جديدة وعارفين حتى يمديه يسوي أي شيء، كل شيء معدين برامجهم للموسم القادم، كل شيء. طيب يعني الاتفاق اسم الاتفاق، إيش اللي خلى الاتفاق الانقسامات دي وعبد الله يصير فيها الشد والجذب والتنافر بين أعضاء الشرف؟ والله شوف أنا أقول لك يعني الزمن يمشي، متغيرات كثيرة تحدث، علينا القبول فيها والتعايش معها على المستوى الاجتماعي في العلاقات الأسرية في الأندية، لأن الأندية جزء من هذا المجتمع بمتغيراته. في ناس طبعاً عندها طموح أنها تعمل، عندها رؤية
وتبي فرصه. يعني انا اختلف مع اخوي علي لما قال ايش لازم يكون في خبره يقودها، لا انا اقول انه ايضا مش لازم يكون في خبره، اكيد هم عندهم برنامج معين وعندهم منهجيه معينه وعندهم هدف يبون يوصلون له، ويجب ان يعطون فرصه بعد في النهايه. يعني ما نوقف ضد دول، ان فاز عبد العزيز فهو اهل، وان فاز خالد ومجموعته فهم ايضا اهل، وراح يكون الدعم والثقه. أسوأ شيء في هذا المرحلة إنه دائما يقول لك، يجيك واحد يقول أنت مع مين؟ مفروض إن إحنا ما نقول مع مين، إحنا مع الاتفاق، مع خالد ومع عبد العزيز، مع عبد العزيز ومع خالد، مع فلان ومع علان. بس إحنا لما نسألك يا حمد أنت مع مين؟ أنت ابن النادي وأنت عارف عبد العزيز الدوسري وعملت معه ولعبت في الاتفاق، هو رئيس النادي، وتعرف خالد الدبل أيضا ومجموعته، تعرف الأصلح من للفريق؟ أنا ما أشوف الأصلح، ما أبغى أنا نفسي، الأصلح للفريق للنادي وين بيكون، بس الأصلح أنا ما استشعر، ما تنبأ له، أنا ما أعلم الغيب، ما أعلم الغيب. لكن لما تقول لي والله إن مثلا أنا أشجع إن هناك عمليات تغيير، دائما يكون في متغيرات، لكن إيش نوع المتغيرات؟ هل ممكن عبد العزيز عنده متغيرات جديدة؟ أو نقبل متغيرات الأشخاص في خالد الدبل وفكرهم وطموحهم الجديد، لكن ما نبغى نوصل مرحلة والله أنت مع فلان ضد فلان. إذا أنت قسمت على أنك ضد فلان، بتصير طول المرحلة هذه أنت ضد هذا الناس وأنت ضدنا لو فازوا، وهذا مو بصحيح. جميل. إحنا ما نبغى، نبغى إن شاء الله اللي يفوز نقول له مبروك، وحنا بيدنا بيدك. أكيد. طيب أنا راح أسألك أستاذ علي من الناحية الإعلامية، طبعا احنا نعرف انه الاتفاق هو مو بس على مستوى السعوديه ولا حتى الشرقيه، انه نادي حتى على مستوى الخليج يعني له مكانته وله حتى جمهوره وعشاقه. دور الاعلاميين يعني في هذا المجال، انت يعني في بعض اللي احنا قاعدين نشوف حتى العناوين اللي بس مجرد انها عناوين بهرجه، وهم يسعون وإثارة. في بعضهم الاثاره، وللاسف نتفهم على الفتن والتفريط. الاعلامي وش يكون المفروض دوره في هذه يعني المرحله بالتحديد؟ هو في النهايه الواحد مثل ما قالوا فيه يعني أنه يكون ملم بكل التفاصيل عشان يتكلم ويقول رأيه ويوصل ويحط الجمهور في عين الحقيقة يعني إنه وكذلك هم في النهاية هم يعني ينقلون صوت المرشحين. يعني لازم أستاذ عبد العزيز قائمة عبد العزيز تكون واضحة في الأربع سنوات اللي بتكون فيها، وكذلك مدة الأستاذ خالد لازم تكون واضحة عشان هم ينقلونها. في النهايه لازم ان ما حد يخدم مصلحه حد، يعني او تكون عنده اجنده خاصه لمصلحه حد. في النهايه لازم يحط الجمهور في شلون ممكن تصير الانتخابات، وايش التوقعات اللي ممكن تصير في الانتخابات، وشلون ممكن الجمهور الاتفاقي او الاتفاق يرجع لمكانته الطبيعيه. جميل. مدرب، يمكن حتى يعني بنستغل اليوم وجودكم بعد موضوع مدرب المنتخب السعودي، واخيرا يعني نقدر نقول اسجل الستار بعد زين ضحكتي. شوفي بالنسبه للمدرب انا عندي قناعه، ما ادري تتفقون معي ولا تختلفون، لكم الراي. قناعتي اني يجب ان اعرف ماذا املك عشان اجيب مدرب بقدر الامكانيات اللي انا املكها. يعني مثلا الكرة السعودية الآن كتصنيف ليست كما كانت في الثمانينات، صح ولا لا؟ حتى في التسعينات أيام كارلوس أربيرتو كان يقودها وأسماء كبيرة، صحيح. زين، فلما تجيب أسماء كبيرة مع كرة الآن تعتبر نازلة، بيكون في قاب كبير، يا يعني المدرب ينزل لهم وهنا تصير مشكلة، أو هم يطلعون له. على فكرة أعطيك مثال بسيط عشان لا أفصل كثير، كم عدد هذا المدرب وصل في منتخب هولندا كاس نهائي كاس العالم؟ صح. شو الطموح اللي عنده يوصل فيه السعوديه؟ هو له شو الطموح يعني؟ لكن خلنا نجيب مدرب مقمور عشان عنده طموح انه يبني نفسه مع يبني المنتخب، وعندنا تجربه سابقه. وجهه نظري يعني. طبعا ها وجهه نظري قلت لكم في البدايه مش ملزمه. زين، اثنين، احنا جبنا ريكارد اسم كبير فشلنا معه، صح ولا لا؟ اثنين، انت جبت لي مدرب وصل كاس العالم مع لاعبين في التوب في الاحتراف، ها كم عدد لاعبين السعوديين في المنتخب محترفين بالخارج؟ صفر. صفر. يعني كيف؟ انا هذه وجهه نظري طبعا، لكن في النهايه عمل الاتحاد السعودي ها انه هو يبغى يجيب مدرب ويقول لكم هذا مدرب عالمي وفكونا يا اعلاميين، ومش مهم نجح ما نجح، جبنا اللي تبون. هذه نظريه خطا.
أنا نظريتي أني يجب أن أجيب مدرب متوافق مع المرحلة اللي أنا فيها. حتى لو كان مدرب وطني، سمير هلال قاعد يقدم مستويات رائعة مع النهضة. والله شوفي، لا الوطني أنا أعتقد أنك بتظلمينه، لأنه قولي لي ليش الدوري السعودي الحين بضعفه، ما في ولا مدرب يقود الأندية دوري جميل. صحيح. لأن صحيح. ما في ثقة يا أستاذ حمد. طيب كيف تبينها تروح في سامي الجابر؟ طيب يعني على فكرة أنت تقولين هذا فيصل موجود، فيصل بديه موجود، بس على فكرة مش القضية هذه. القضية زي ما قلت لك مساء، قضية التوليه. يعني مثلا أنا لاعب في الهلال أو النصر أو الأهلي، يدربني مدرب لا اسمه وأخذ مكافأة في المباراة توصل 20,000، المنتخب مش موجود هالشيء. شو الطموح اللي خليني أروح يترف برا؟ فأنا أقول 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 لك عشان كذا في مشكلة أصلاً في الاتحاد. مشكلة المهمة أنا وقلتها من سنين وقالوها يمكن زملاء كثيرين، يا جماعة شجعوا الاحتراف الخارجي. لأنتوا سووا بدل ما يشجعون الاحتراف الخارجي راحوا فتحوا في 2006 مقدمات عقود وزادوا الطين بلة، صاروا اللاعبين يقعدون هنا 30-40 مليون، وين يروح؟ ما يبي يروح خلاص. فأنا على العموم على المدرب، أنا قلت لكم قناعة إنك يجب أن تجيب مدرب مغمور ما دامك يمشي معاك مع نفس المجموعة اللي معاك، لأنه هو يبني له تاريخ. هذا المدرب لعب في 2010 نهائي كأس العالم، درب عتاوة لاعبين في العالم، إيش يبي فيك؟ أعطني إيش بيقدم لك؟ بتحقق له أنت اسم إنجاز غير إنه وصل ثاني كأس عالم؟ بتحقق له؟ لا ما بيحقق له. فبالتالي هذه وجهة نظري طبعاً، إن كان بالأولى إن نجيب مدرب مو اسم كبير ولا اسم يعني ضايع كثير، ونبني معاه استراتيجية ومن الأشياء زي أنجوس في 2007، مدرب ما كان معروف أصلاً حتى في الأندية الخليجية، ووصلنا معاه في نهائي كأس آسيا ولعبنا مع منتخب العراق، يعني منجز. فاندرلي برضو بعد يعني. يعني أنا في النهاية قلت لك في كل مرحلة لها وقتها من المدربين. علي أكيد لك تعليق على. أو ما زيد على كلام أخوي حمد، ولكن أنا بقيسها بنفس المقياس تقريبا. الخبراء التحكيم السعوديين يعني ما شاء الله كلهم يقول الزود عندي والأسماء كثير، ولكن أنا عشان يعني أهدي الرتم عند بعض الأندية في انتقادات التحكيم، أنا راح جبت لهم جورج ويب الحكم الإنجليزي السابق، حكم ما عنده أي خبرة في إدارة لجان تحكيم ولجان لجان يعني محليه، اجيب انا اخليه عندي خبير تحكيمي. زين اذا هو في بلده ما صار رئيس لجنه وما صار عضو لجنه، انا اجيبه عندي خبير فني ما راح يضيف لي. جورج ويب يعني ادار مباريات مع بعض الحكام السعوديين فما راح يخدمهم. فعشان انا يعني اهدي الانتقادات عليه سواء من الجمهور او من الانديه، انا اجيب لي اسم كبير واقول انا سويت اللي جبت اسم كبير. أتوقع طيب. الاثنين يعني تقريبا قراب من بعض. طيب حمد قبل أن نختم، يعني المنتخب السعودي هل صار اسم مرعب للمدربين تدريب المنتخب السعودي؟ إيه لا يعني نفرة من المدربين يعني الحين يعني 9 شهور يلا بالأخير حصلنا مدرب، ما يقدرون فعلا ما يقدرون، لأنك أصلا أنت لما تلاحظ في ال5 سنوات الماضية مثلا، ما نبي نروح بعيد، كم عدد المدربين اللي دربوا المنتخب السعودي؟ يعني خلني أقول لك بس من كأس الخليج 21 قريبة طبعا، ها خليجي اللي في البحرين نعم. كم مدرب إلى الآن؟ 5 تقريبا، 5 تقريبا نعم. فإذا كان بس خلال دولتين خليج 5 مدربين، فهذه يعني تخلي المدربين ما يبغون. ثانيا زي ما قلت لك يعني ما في، هو يجي المدرب أو المدربين يقول والله عندكم لاعبين محترفين في الخارج؟ لا. فيقول لك طيب أنتوا عندكم ما عندكم شيء. على فكرة يعني إحنا ما ودنا نتهكم كثير، لكن شوف تصريح اللاعب اللي كان بيجيب النصر، التصريح أمس قال أنتوا تحلمون نلعب الصحراء، ما عندهم طموح. نفيز لما راح البرازيل قال للمدرب إذا تلعب في الدوري الخليجي ما راح أضمك لأن دوري ما ينتجك لي ضعيف. إيه ومن هذا القبيل يعني، فيهم معايير تزعلنا لكن يجب أن نتقبلها، أو أنه يجب أن ننتقل لمرحلة أخرى ونطور نفسنا في برامجنا، في ان نعمل لاعبين احتراف في الخارج ونضيق الاحتراف الداخلي. طبعا وللاسف ان الواقع يقول لازم احنا نتقبل اللي قاعد يصير، ولانه الحين ننتقل لمرحله جديده اعتقد، واحنا اللي وضعنا انفسنا في هال للاسف. احنا متشائمين ترى والله، بس احنا قاعدين نتكلم عن واقع. طيب يعني استاذ علي ودك ان انت تقول كلمه سجلها لك صباحك وطن قبل ما نختم معاكم؟ هو في البدايه قبل الله اشكركم
أنا أتمنى التوفيق اليوم للبطل يوسف مسرحي، وإن شاء الله يكون هو قادر أنه يحقق ميدالية في نهائي 400 متر اليوم، ويكسر حاجز غياب 20 سنة للألعاب القوى العربية، وبقيادة الأمير نواف بن محمد كذلك سعادة الأستاذ سليمان الزايدي، هم إن شاء الله قادرين يعودون بالاتحاد العربي للألعاب القوى. أنا أشكركم على هذه الاستضافة، أنا سعيد جدا بتواجد معكم، سعيد جدا أني التقيت بالأستاذ حمد الله يبارك من جديد فيكم. بعد سنوات طويلة يمكن ما تلاقينا، أتمنى لكم التوفيق، أتمنى التوفيق للنادي السعودي، وإن شاء الله الهلال يتعثر قدام الأخوية في قطر. كل الشكر. لا بس اسمع، على فكرة هو يقول لك يتعثر بس فعل الله ولا فعل. لا لا يتعثر بس يتأهل. لا هو شوف يعني فوز الأخوية 1-0 ويتأهل. لا لا هي ترى يعني مو بنا صعبة على يعني الغرافة، كان ممكن قريب إنه يسويها ووصل لأشواط إضافية، ما شاء الله الهلال الأخوية قادر يسويها ويتأهل. كل شكر تقدير لك أخوي علي، وإحنا ممنونين لجيتك من قطر لنا الأستاذ علي عيسى، وأنت نائب رئيس القسم الرياضي في جريدة العرب القطرية. شكر لك كابتن حمد الذيخي، ألف شكر لك. الله يبارك فيكم. تعبناك اليوم، صحيناك بدري. حنا لحين ما ضبط النوم. لا الله يعينك. تو لحين خلاص ضبط وخلص، بس في مطالبات أستاذ حمد كثيرة، يقولوا لك لازم يكون لك في السوشيال ميديا حساب، لازم يكون لك سناب شات في تويتر في 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 الانستغرام. الحين احنا لاقين وقت نحك شعر. المهم اليوم قاعدين يقولوا لك، قالوا لي نهى تقولي لي، قلت يعني قلت اقول لك يعني. الله يعطيكم العافية. طبعاً مشاهدينا الكرام، حنا نتمنى للعداء يوسف مسرحي اليوم تحقيق نتيجة إيجابية فعلاً مثل ما أشاد الكابتن علي عيسى، وإن شاء الله يجيب عش الطائر كله إن شاء الله يجيب السعودية يا رب بإذن الله. والحديث يعني أستاذ حمد الدبيخي راح يكون عندنا اليوم مثال، عشان حنا نتكلم عن موضوع السوشيال ميديا والإعلام الجديد، هل سحب البساط من الإعلام الورقي؟ بعد الفاصل راح يكون ضيفنا متواجد معنا في الاستوديو وراح نناقشه، خليكم ويانا.
مجدك لي قدام ومجادك ورا ونحكى فيك حسادك ترى ما درينا بهرج حسادك أبد انت ما مثلك انت ما مثلك بهالدنيا بلد والله ما مثلك بهالدنيا بلد إذن رجعنا لكم مشاهدينا من جديد ونتكلم يمكن عند انتهينا مع أستاذ حمد الدبيخي ومطالبات كثير فيه يقولوا له لازم يكون عندك حساب في السوشيال ميديا في له جمهور أكيد ومحبين ويبون يعرفون تعليقاته سواء كانت في المباريات ويعني في التحليلات الرياضية قال أنا ما عندي وقت عموما مو فاضي مو فاضي حق شعر راسي شلون بفضى يعني يصير عنده حساب عموما فعلا هو يسارق الوقت كثير موضوع انه يكون عندك حساب في كل مكان الحديث اكثر حنا عن موضوع يعني السوشيال ميديا والاجهزة الذكية معنا الزميل الاعلامي ايهاب الجاسر يعني ما شاء الله دائما ايهاب متميز بالابتسامة الرائعة والصوت خامته الجميلة جدا حياك الله اخي ايهاب ومرحبين فيك بعد في البرنامج نورتنا اهلا بك والله حياك الله صبحك الله بالخير بالنور والسرور انا اللي والله سعيد ومشاركة معكم في البرنامج ونتمنى ان شاء الله نطرح شيء جيد يعني يفيد الناس يقولون انك نشيط ما شاء الله في سناب شات كثير ولك جمهور الحين والله احنا خفنا انك تشوف نفسك علينا بعد لا وين شوف صوتك اذاعي بعد الله يحفظك احنا من بعد خلينا نقول هي كانت مراحل بعد ما بدانا العمل في مجال الاعلام الورقي تركنا الإعلام الورقي تحولنا إذاعي والتلفزيوني تركنا هذه كلها صار تويتر أو قبلها كانت المدونات كان متنفس بالنسبة لنا بعدها تحولنا إلى التويتر إلى أن وصلنا لمرحلة سناب شات الإنستغرام لسناب شات فالسناب شات شوية في تفاعل بشكل أكبر وتحس إنه الناس تحس فيك أكثر بشكل أكبر ما تتعامل مع حروف تتعامل مع تفاصيل مع ملامح مع صحيح. مع ابتسامتك مع حزنك مع ضحكك يبان في معالم وجهك لهذا السبب الناس حبته اكثر والان هو صاير تقريبا يعني مكتسح الساحه بس الى الان ما اكتسح تويتر هل هو عشان جديد ولا على اساس انه فعلا مثل ما ذكرت يعني هو الاثنين هو فعلا هو جديد فصاير يعني خلينا نقول موضه الان طلع هبه الناس فيه بالاضافه الى انه في تواصل يعني في قرب يعني من الناس تويتر مثلا الناس تتعامل مع الحرف مع الكتابه صح فما هو معروف المشاعر ما هي واضحه السناب شات يعني وين ما تروح انت قاعد تصور وقاعد تتعامل مع الناس بشكل مباشر فالناس قاعد يحسون فيه انه انت جزء من يومهم صادق لهذا السبب فيه قرب اكثر لكن ما اتوقع انه راح يطول كثير يعني طيب تتوقع انه النجاح راح يكون مثل تويتر سناب شات راح يكون لا ما اعتقد لانه من اساس تويتر بني يعني على اراء وعلى يعني اخذ صفه رسميه بعد اخذ صفه رسميه بدخول مثلا بعض الشخصيات المهمه مثل خادم الحرمين الشريفين وبعض الرؤساء الدول بعض الجهات الحكوميه كلها اخذت حسابات في لكن سناب شات بني من اساس على الترفيه يعني مؤخرا اخذ الجانب شويه الى حد ما جدي فصار في طرح جدي لكن بشكل عام هو مبني على الترفيه ولا اعتقد انه الجهات الحكوميه والرسميه والى اخره يعني حتاخذ حسابات فيه لهذا السبب ما اتوقع انه يطول طيب احنا راح يعني نتكلم على هالموضوع وراح نتشعب يعني وركز على كلمه يعني نتشعب في الموضوع راح نتفرع كثير فيه لكن خلينا نشوف الاستطلاعات عدها لنا زميلنا نبيل اليوم اشتغلنا شغل صراحه امس يعني فيعطيها الف عافيه خلينا نشوف بالضبط اراء الجمهور حول هالموضوع وبعدها راح نرجع مشاهدينا خليكم ويانا على الرياضيه وانتبهوا تغيرون المحطه أعزائي المشاهدين نتكلم عن البرامج التي استخدمت كثيرا في الجوالات وعن إقبال بعض الناس عليها في البداية نتعرف عليك مساك عبدالله قيسي عبدالله وش أكثر برامج اللي تستخدمها في الجوال السناب شات والإنستغرام والبي بي إم أكثر شيء إيه أكثر هو الواتساب بصفته المنتشر حاليا فيه طبعا لتكلفته صار هو الأفضل يعني من حيث التواصل ويخدم أكثر صحيح طبعا غير البرامج اللي نستخدمها طبعا تويتر والفيسبوك
طبعا وفيها اكثر من مراسل، انه المسيطر عندنا يعني في السعوديه هو الواتساب تقريبا. برنامج سناب شات هو اكثر شيء، هو اكثر شيء. والواتساب؟ الواتساب على خفيف، لان الحين سناب شات صار هو اكثر شيء، لان زي مقاطع الفيديو والصور تواصل فيه احلى يعني. اي هو الاحلى شيء تواصل فيه هو سناب شات. الواتساب؟ ليش الواتساب؟ يعني مميز، يخدم كثير الحمد لله، فائدته كثيره يعني الحمد لله، بس انه مش لنا فائده كثيره، واحد يفيد نفسه بحاجه احسن. سناب شات، انستغرام، بعض الاحيان واتساب وكذا. ايش معنى يعني سناب شات؟ والله سناب شات برنامج زي اي البرامج، بس يميل انه البث مباشر تقريبا، بس بوقت محدود 10 ثواني. يعني عشان فائدته بث مباشر تقريبا يعني، ها يومياتك تصور يومياتك وحياه يعني بشكل عام، تعيش الجو مع الشباب تقريبا. الواتساب، واتساب أكثر. ليش الواتساب؟ أنه تواصل سريع وجروبات، وصل معلومة بسرعة. سناب شات هنا. ليش سناب شات؟ لأنها تقريبا يعني يوميات أنزل فيه، فاهمني؟ فعشان كذا يكون أكثر. في فائدة أكثر هنا، اليوميات أشوف يوميات الناس، يومياتي حتى أنا. إذن شكرا مرة أخرى للزميل نبيل الخالد، تعبنا كثير. يعني شفت اتساح كبير لسناب شات. مثل ما قلت لك، هو الآن يعني صاير موضة عند الناس، وقلت لك هو أقرب إلى الناس شوية. تويتر خصوصا أنه دخلت فيه كثير من الفيك، من كثير من يعني رسمية. لا لا، كثير من خلينا نقول من التزوير. يعني في موضوع شراء المتابعين، موضوع شراء الريتويت وإلى آخره، هذا اعطى شويه جزء من يعني جزء من فقد الثقه الى حد ما في الاشخاص. اضف الى ذلك انه صار اقرب، وبالرغم انه اكبر دليل انه تويتر، انه السناب شات اثر على تويتر، تويتر وضع خاصيه رفع الفيديوهات. هذا دليل انه اثر فعلا على، بعدين اتاح فرصه للسناب شات، اتاح فرصه حتى لصغار السن انه هم يشاركوا بشكل عفوي. تويتر الناس في مؤخرا اصبحت نسخ لصق، هذا شويه يعني مو كل الناس يقدر يعني يقدر يكتب ويقدر يوصل. بس قتل الخصوصيه استاذ ايهاب، يعني سناب شات كل شيء، وخاصه يعني احنا كاعلام انه تعرف بالموضوع هذا، ما يعني درجه انك صرت الطالب يعني من فتره، انه سناب شات بدل ما يكون خاص، وانا من الناس اللي كان خاص، بعدين فتره من المطالبات لازم انك تكون قدام العالم تتابعك، ودهم بس الخصوصيه خلاص ما في. شخصيا خلينا نتكلم عن نفسي. أنا تقريبا سناب شات عندي من أول ما طلع البرنامج، وأنا يعني من الناس اللي ما فتحته عام تقريبا إلا من 3 شهور بس. كانت في البداية مرحلة إنه تأمل، شوفوا الناس قاعدة وين رايحة فيه، إلى أن بديت تحس إنه فعلا صار الموضوع يعني ما يعني ما صار له قيمة، يعني الطرح اللي قاعد يصير خصوصا في البداية ما له قيمة، يعني كان الطرح دائما عن أمور تافهة وأمور بسيطة وأمور يعني أحيانا تصل إلى حتى يعني التفاهة وقلة الأدب أحيانا توصل في الطرح. فالواحد بدأ يحس إنه من الواجب عليه إنه يبدأ يطرح طرح جيد، ويبدأ يغير، يعني يكون جزء بسيط في التغيير. وفعلا الآن صاروا في أشخاص رواد يعني في هذا التغيير، وفي أسماء يعني فعلا طرحها مميز، يعني ما تطرح إنه والله سناب شات ما صار مجرد إنه والله أنا أصور أكلي، والله داخل مطعم ولا داخل المول ولا لا، انه يصير فيه يعني طرح جيد ايجابي يفيد، يعني الناس نهايه اليوم مستفيده منك معلومه، مستفيده منك وجهه نظر، مستفيده منك من خلال توجه رسائل يعني توعويه. أكيد. رسائل أكيد. توجيهيه، ولا هو فعلا يعني لو استمر بالطرح اللي بدا عليه حيكون هو مجرد اختراق بالخصوصيات فقط لا غير، يعني انه الناس كل يعني انت عشان تكون كويس في سناب شات لابد تكون ما يكون عندك خصوصيه في البدايه، كان بالشكل هذا عشان تكون مميز لابد انه انت كاشف حياتك كلها، وهذا غلط. يعني احنا بنرجع لتجربتك الشخصيه في سناب شات، لكن خلي اسالك، هل مثلا الشخصيات المشهوره في تويتر او المعروفه او حتى الكتاب اللي في تويتر ينجحون في السناب شات؟ لا، مو كل شخص ناجح في انه يكتب هو عنده قدره انه ينجح، مثلا شخص قدام الكاميرا، ممكن شخص على مستوى الإعلام، ممكن كاتب كويس يقدر ينجح مكانك يقعد على الكرسي ويقابل الكاميرا،
مو كل مذيع ناجح مذيع إذاعة يستطيع ينجح قدام الكاميرا، فكل واحد سبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى منح الناس يعني قدرات، ناس ينجح في بقلمه وناس ينجح قدام الكاميرا. يعني على سبيل المثال الأستاذ محمد الرطيان قلمه جبار أكيد، تجربته في اليوتيوب ما أعتقد أنها كانت ناجحة كثير يعني، أو أعتقد يحتاج فترة طويلة عشان أنه يكسر هذا الحاجز. الكتابة تعطيك شوية جزء من الكلاسيكية اللي أنت لابد تطلع بطريق بقالب معين، فتجد أنه أنت قدام التلفزيون تتخلى عن كثير من الأمور، هذه مو سهلة، ما هي سهلة. أنا أتكلم لك أنا شخصيا ما كان بالنسبة لي سهل أنه أنا أتحول من والله كتابة مقال مثلا 500 كلمة إلى تويتر إلى 140 حرف، شو الفرق إلى وين؟ إلى أنه أنت تطلع في السناب شات وتتكلم. أحد الأصدقاء مذيع في إذاعة، أول ما بدأ سناب شات أول سناب له 1500 ثانية، متعود أنه يفتح المايك ويتكلم. تكلمت معه قلت له ترى نظام الإذاعة مختلف عن نظام سناب شات، الناس ما عندها قدرة أنه هي تستمع، فمو كل شخص ينجح في مجال عنده قدر يستطيع انه ينجح في مجال اخر. جميل. طيب استاذ ايهاب، لو جينا نتكلم عن يعني تجربتك انت في سناب شات وجاتك فكره القصه القصيره، كيف انت جاتك هذه الفكره وكيف شايف تفاعل الناس؟ مع انه ما شاء الله لك يعني كثير من الناس اللي يحبون هالطريقه من النوعيه من سناب شات. والله هي كانت مصادفه يعني. كنت جالس مع الوالدة كنت اشتكي لها اقول لها انه انا كانت فتره كنت فيها تعبان، فقال اقول لها انا من عندي اشكاليه تعبان كيف الزكام والى اخره. قالت لي لا تشتكي، في ناس كثير غيرك يعني عندهم بلاوي ومصايب، فلا تشتكي يعني من زكام ولا. اختصرت الموضوع كله في الكلمتين هذه يعني، هذا الموقف وكانه فعلا قصه يعني قصه ممكن تالف فيها روايه يعني. جتني فكرة قصة قصيرة يعني، فصرت أقولها كل 10 ثواني أكتبها وأقولها، لقيت إن والله في تفاعل معها، وجد إنه في كابشر حتى يعني للقصة اللي أكتبها، وفي ناس تطالب إنه والله نبغاها يعني كمقطع فيديو، فاستمر الموضوع، فصار تقريبا شبه يومي. وعلى فكرة هذه إشكالية يعني إنه لما تلتزم مع الناس يعني البث اليومي أو يعني مثل في حتى ايام الجريده الصفحه اليوميه اللي انت مطالب فيها، برنامج يومي انت مطالب فيه، محرقه بالنسبه للواحد، محرقه صح. يعني محتاج اعداد ومحتاج التزام ومحتاج يعني، فما بالك اذا ما كان هذا دوامك وهذا شيء يعتبر جزء يعني خارج حياتك الرسميه، وتجد انه انت ملزم فيه. من تصحى الصباح تبدا تصور في سناب شات، في الظهر تعطيهم شغلة معينة تعودوا عليها، في الليل تقدر تصور تسجل لهم قصة قصيرة. إلى أنا أبدأ من بداية اليوم ببث وانتهي في بث، صرت عائلة واحدة يعني. خلاص الناس تعودت على كذا، إذا أنت ما صرت بالشكل هذا الناس فيك شيء، لا حتترك المتابعة الآن في موقع التواصل، إذا غبت فترة خلاص الناس تفقدك تبدأ تنسحب. جميل. طيب. أنا يعني أنت شرحت لنا شرح إنه كيف طريقتك في دخولك أو كيف توصل يعني المتابعين ولقيت تفاعل، لكن خلينا ناخذها الحين، انا ما شفتك من قبل وكثير من الناس ما شافوك من قبل في سناب شات، اعطينا نموذج يعني. انا كنت قبل شويه صورتها حتى إيه. بدايه طيب تقدر الحين تصور سناب على الهواء؟ تصور سناب على الهواء إيه؟ انا قبل شوي او دائما اقول يعني ابدا في البث بالطريقه هذه وكانه نفس الاذاعه. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المتابعين، نبدأ البث بهذا الموضوع. يعني دائما تكون كذا، وغالبا في النهاية في آخر الليل قبل ما أنا بعدها قفل الجوال غالبا تكون بالطريقة هذه. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرة هذه الليلة، نوما هانئا وتصبحون على خير. أنت فاتح إذاعة لك تقريبا، عارف أقول لك أنا ملتزم ببرنامج. طيب فشوف الحين مثلا وش القصة اللي بتقولها الحين للمتابعين؟ لا انا احتاج دائما اكتب يعني القصة اكتبها كتابة اكتبها واصورها على الشاشة انسخها على الشاشة يعني حتى بطريقة معينة تعودوا عليها، غالبا الشاشة سوداء واكتب عليها. لكن الان شوفوا من عندنا الاستوديو، عندنا الاخوان اذا احتمر راضي يحول على الشاشة. جميل. هذا الاستوديو والبث مباشر. طيب يعني انا بسالك سؤال يعني
يعني اخوي ايهاب يعني ممكن انت في داخلك انت ما شاء الله خامه صوتك رائعه، ومو بس انا اللي قاعد اقولها ولا بندر، كثير من الناس اكيد اللي يشوفونك واللي يتابعونك يقولوا لك هالكلام، وانت يعني ميولك الاعلاميه كتابيه، ممكن موضوع هذا شخصي لك وانت بنفسك انت تقرر متى تبي تصير مذيع ومتى ما تبي. سناب شات هالارضى فيك الغرور البسيط او حتى نقدر نقول الغرور المستتر لكونك انك انت تبغى تكون مذيع؟ جزء بسيط يعني، جزء بسيط إيه في النهايه انه العمل الاحترافي يعني اكيد انه اكثر يعني ارضاء للنفس، خصوصا انه انت لك تجربه وانه انت دخلت استوديوهات وعملت في الاعداد وعملت في الاذاعه وعملت في التلفزيون، يعني هو جزء بسيط من تحديدا انه سناب شات يعني ما يعطيك الجديه يعني اللي ممكن تلاقيها في التلفزيون والى اخره. التلفزيون في 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 جانب ما هو موجود ما ممكن تحصل، لكن فعلا هو ارضى جزء من جزء من اي جزء من يعني يعني جزء من رغبتك في انه انت تكون احيانا مذيع في التلفزيون والى اخره. طيب هذه الرغبه هذه ما مصرتك مثلا انك تروح تشوف تحاول يعني انك تكون يعني يوم لايام مذيع برنامج معين؟ والله كانت في محاولات في البدايه تقريبا في 2007 لما تركنا الصحافه المطروقه، كانت لي تجربه في احد القنوات الفضائيه، لكن اعتقد انه ما وفقت انا فيها وما كان في اتفاق يعني، وطبعا خيره في النهايه. بعدها صارت لي مشاركات في الاذاعه، مؤخرا برضو كان لي مشاركه في الاذاعه ولا يعني لأسباب ما نحب نذكرها يعني ما صارت الاستمرارية والتوافق بيننا كطرفين. بعدها ما صار لي يعني تفكير منها. شكلك بتسوي لك من جد إذاعة خاصة بعد تجربة السنة. على فكرة كانت فكرة موجودة عندي أنه أبث عن طريق الإنترنت وبحثت فيها، وكانت في إذاعات شفت في إذاعات معروفة في الكويت وموجودة في السعودية، لكن كان ينقصني اللي هو المكتبة اللي ممكن تغطي الوقت، مكتبه بالاضافه الى مذيعين واخرين تبي تغطي 24 ساعه. جميل. طيب استاذ ايهاب، يعني وسائل التواصل الاجتماعي الحين وحتى وهي الان انتشرت في المجتمع، وش ابرز الايجابيات اللي احنا قدرنا ناخذها منها؟ اعتقد انه احنا قدرنا نوصل صوتنا بشكل اكبر، قدرنا نكسر كثير من الحواجز اللي ممكن اللي كانت اول يعني بالنسبه لنا محظور وما نقدر نتكلم فيه. يعني لما نتكلم مثلا مع كتاب قبل 40 سنه و 30 سنه كثير منهم سئلوا من قبل يعني جهات رسميه حول كتابات معينه، بينما الان الكتابات اللي كانوا يسالون فيها الان تعتبر تافهه، يعني تافهه في طرحها اتكلم، يعني مره سطحي، يعني الان صار الطرح عميق، تعدينا مراحل كثيره من هذا الجانب. قدرنا نكون علاقات بامانه بشكل كبير مع ناس كثير. انا شخصيا كونت علاقات مع ناس كثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كنت يمكن ما اقدر اتواصل معهم او يعني مجرد اسمع فيهم اسم وهم يمكن يسمعوا فيني اسم، لكن مواقع التواصل الاجتماعي قربتنا كثير بشكل اكبر. طبعا لها سلبيات، اكيد لها سلبيات، يعني من سلبياتها انه مثل ما قلت فقدنا الخصوصيه. صحيح. فقدنا الخصوصيه وصرت انت مطالب انه انت تكون احيانا انه انت تكون مكشوف عشان تكون مرضي للاخرين، لابد تكون مكشوف بشكل اكبر. يعني لابد تحركاتك وين راح، وصارت بعد في مطالبات كثيره، يعني دائما احنا نسمع الكلمه هذه، وحتى بندر كلمه لا تجعلوا الحمقى مشاهير من خلال هذه اكبر اشكاليه. هذه اكبر اشكاليه، كثير من يعني من الناس توافه، فعلا توافه، لكن في مثل يقول عندنا بالخليج يقول كل ساقط لاقط، فعلا، لكن المشكله تكتشف انه كثير من هذول يعني الناس التوافه حتى ما عندهم شيء اساسا، ما في شيء يعني خدمة. يبدا مثلا خلينا نتكلم عن سناب شات مثلا، يبدا كلا يعني اول شيء تلاقي لازيو كويس، يعني ما هو مرتبه، ما اتكلم انه والله مثلا ما بيقول كشخه ومكشخه، ما هو مرتبه، لا بس خليك لائق، اي خليك لائق يعني كلامه ما يعني في فرق بين عفويه وقله الادب وبذيء، اي في فرق هذا، انه انت تكون عفوي وتتكلم باريحيه وتتكلم في اي موضوع لكن في حدود الادب، غير لما تكون بذيء وسب وشتم والى اخره، تجد انه الناس تتابع. يعني استغرب يعني ما ادري يطالب حتى الحضور، حتى لو يكح انبسطوا عليه. الان صاروا يدخلون فلوس من اعلانات، والله يدخلون فلوس يعني بارقام خياليه من اعلانات في سناب شات وفي الانستغرام،
يعني ارزاقي. طيب خليني اسالك، يعني في شخصيات الان صارت مشهوره وهي نموذج ايجابي بصراحه، طبعا مواقع التواصل الاجتماعي، وين كانوا قبل مواقع التواصل الاجتماعي؟ وين كانوا؟ ليش ما طلعوا مثلا؟ احيانا فرصه، احيانا يعني سابقا التلفزيون، الجريده، الاذاعه يعني نخبوي جدا. عشان انت تكتب مقال في جريده انت تحتاج انه انت تجلس فتره خلف الكواليس، عشان تبدا تطلع في التلفزيون محتاج انه انت فترة طويلة سابقا، انه انت يعني تحاول مرة واثنين قدامك ناس كثير، قليلة اللي كانت التلفزيونات فما كان يستوعب ذا الكم الكبير من الناس. مع الفترة لما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي اتاحت فرصة لكثير من الناس، يعني متأكد انه في اشخاص كثيرة كانت لهم محاولة من خلال التلفزيون سابقا انه يدخل التلفزيون او يبدأ يكتب في جريدة وما كان متاح للفرصة. لما بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تحسفوا الجرائد والتلفزيونات انهم ما اخذوا في ذاك الوقت، لانه فعلا عنده قدره، لكن كانت ما كان في فرصه، يعني كانت القنوات قليله. زي اللي صوتك يشبه صوته او صوته يشبه صوتك. من هو صوته؟ سيلفر. من سيلفر كرتون؟ لا مو سيلفر، اللي يتكلم هذه شخصيه الحين حتى صار يعني قارئ اخبار، كان في برنامج الكيك الظاهر هو. اها يعني يقلد صوت سيلفر في الكرتون. لا صوت، نبرة صوتك مشابهة لنبرة صوته. لا هو هذاك الشخصية يعني صوت يقلد سيلفر اللي في فيلم الكرتون. لا لقب سيلفر كذا هو. بس إنه يعني بعدين اكتشفوا العالم إنه فعلًا هو تقدم لك كذا قناة إخبارية أو قنوات وما قبلوه، الآن هو موظف في زميلة يعني إحدى القنوات الإخبارية العربية الكبيرة. طيب موقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي هذه، هل هي مثلًا سحبت البساط من وسائل إعلامية كبيرة في نقل الخبر والصورة مباشرة؟ كنا في 2005 كان في محاضرة عندنا في جريدة اليوم عن خطر الأخطار اللي تواجه الجريدة، فكان من ضمنها رسائل SMS، شريط العناوين في الجرائد في القنوات الفضائية. الآن صار الواتساب، صار التويتر، صار سناب شات، صار في يعني توثيق مو بس مباشر على طول. اي توثيق، يعني الان يصور لك فيديو وينشره وينتشر بشكل مو طبيعي. فيعني هذاك الوقت 2005 كان يتكلموا عن شريط الاخبار انه يؤثر عليها، فما بالك الان شريط الاخبار ما حيتابعه من الاساس. الحين خلاص انه قبل شريط الاخبار في اوريدي حتشوف في موقع التواصل الاجتماعي فيه الاخبار مع الصور. فاعتقد انه مو يعني اثر كثير جدا، أثر كثير جدا. الحين موقع التواصل الاجتماعي أثرت على التلفزيون، مو أثرت على الصحف، أثرت على التلفزيون. الآن اليوتيوب صارت عندها برامج وقنوات، يعني لو تجمع البرامج الآن اللي في اليوتيوب ممكن أطلع قناتين ثلاث قنوات. يعني ناس عندها التزام صارت في برامج تبثها بشكل دوري. طيب بما أنك ذكرت برامج اليوتيوب، أنت إيش رأيك في هالبرامج أو نوعية البرامج ونوعية طرح والله أو المواضيع اللي تطرح فيها؟ في والله فيها الجيد وفيها السيء، فيها يعني فيها التافه، فيها الجيد. يعني انا ما اتكلم عن تافه انه مثلا انه يضحك، لا ترى حتى المضحك مو سهل ان الواحد يضحك الناس، بس قيمه يعني فيها الشيء الجيد اللي ممكن تستفيد منه. فيها حاجات والله اتابعها، انا في حاجات لا تابعتها مره واثنين خلاص عرفت انه والله الشخصيه هذه حدودها، يعني ما ممكن تقدم لك شيء، خصوصا انه الان او بدايه غالبا بدايه كل موضه في موقع التواصل يبدون الشخصيات اللي يعني اللي تمثل اللي تضحك بشكل ايجابي او سلبي، هذا اللي انتشروا في البدايه. بعدين يدخلون الاشخاص المعلوماتيه، يعني الناس اللي عندهم معلومات، تجد ان الناس يقدم لك معلومه، تجد يبدون بخجل شوي 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 ينتهون الناس اللي فدوا في البدايه يظهرون على السطح الاشخاص اللي فعلا طرحهم جيد. طيب سقف الحريه يعني المتاح في برامج اليوتيوب، هل هو سبب من نجاح يعني هذه البرامج؟ لابد نعرف الحرية بعد. يعني الحرية، شوف ما في شيء اسمه حرية مطلقة. صحيح. حرية يحكمها قانون، دام في قانون إذا ما في حرية. لا، في بعض الوسائل الإعلامية الرسمية مثلا لك سقف معين، يعني مو قاعد أقول لك القانون، يعني على حسب والله أنت هل أنت ممكن تكسر حاجز القانون أو لا. يعني الآن أكيد أن القنوات الحكومية تحديدا شوية عندها
عندها سقف الحرية أقل. لما تجي القنوات الفضائية لا أعلى. القنوات الخاصة في اليوتيوب أكيد إنه يعني ما بيفكر فعلاً إنه والله يذكر اسم منتج، ما عنده إشكالية في إنه يمكن أحياناً حتى الألفاظ يعني بعض المفردات إنه ممكن يرميها بشكل يعني ما أتكلم أن والله ألفاظ وقحة أو لا، لا إنه بس في بعض الألفاظ الدارجة يعني دارجة ممكن يقولها بشكل طبيعي اللي ما تقال مثلاً في وسائل إعلامية حكومية أو كبيرة يعني. فتلاقي إنه فيها أريحية أكثر، فتجد إنه والله يعني الناس تقبلها بشكل أسرع. جميل. طيب آخر سؤال أستاذ إيهاب، لماذا بعض المشاهير يعني عندهم السوشيال ميديا أمر ممنوع وغير مرغوب به إطلاقاً، ودرجة إنه يخشى إنه يكون عنده حساب في تويتر أو في سناب شات وحتى في إنستغرام؟ كلهم عندهم حسابات، بس ممكن مو بأسمائهم. أنا متأكد يعني الأشخاص المشاهير لابد يتابع الآن، يعني خليني ماني بنعمم، بس أقول لك بنسبة 95% من الأشخاص اللي يقول لك ما عندي حساب هو يدخل على تويتر، لكن ما يبغى الصفة الرسمية عشان ما يبلش مع الناس. بس هذا مختصر الموضوع. يعني الآن قبل شوي محمد بيخ كبدا لما يقول أنا ما عندي وقت، هو ما عنده وقت فعلا. السوشيال ميديا محتاجة تفرغ عشان تكون أنت نشط وأكتب، محتاج أنه أنت تعطي وقت. هو بالنسبه له ما يبغى يبلش مع الناس، بس فما ما يبغى، بس عنده حساب يعني. اي اكيد انه عنده حساب. ترى لك حق الرد استاذ حمد على ايهاب بعد البرنامج، تفاهم انت وياه. اكيد الله يعطيك العافيه ايهاب. صراحه سعدنا اليوم بتواجدك، اعطيتنا معلومات قيمه ومفيده. الله يحفظك. شكرا لك طال عمرك. الله يحفظك. الله يحفظك. يعطيك العافيه استاذ ايهاب الجاسر، شكرا جزيلا لك. واكيد وشكرا بعد لمتابعينك الحين قاعد يتابعونك يعني عبر سناب، يعني سناب اللي صارت على الهواء بعد. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لك بندر. ملتقى ان شاء الله يجمعنا يوم الاحد، حلقه مميزه راح تكون عن الانتخابات البلدية بإذن الله. ترقبونا حلقة الأحد. أشكر كل طاقم العمل المتواجدين معنا، وأشكر الزملاء في الكنترول، أكيد أشكر اللي اهتمت اليوم فطلتي خبيرة التجميل بشرى العوهلي. يوم الأحد الملتقى في حلقة جدا مميزة، لذلك الحين لكم منا أجمل ورق وأحلى التحايا. أكيد في أمان الله. يعطيك العافية. شكرا لكم.